للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من مقر جلسات الحوار الوطني مراسلة التلفزيون المصرية جيرمين إبراهيم. جيرمين، ضعيني في الصورة فيما يخص أبرز النقاط التي يتم التباحث بشأنها اليوم في جلسة الحوار الوطني. نعم هبة، بعد التحية كما ذكرت نتواجد لمتابعة الجلسة الخامسة والاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطني. هذا الاجتماع الذي ينعقد داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب هو خامس الاجتماعات وانطلق في تمام الساعة الثانية ظهرا، مازال منعقد حتى الآن لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة. يأتي على رأس هذه الموضوعات اختيار أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث الاقتصادية والسياسية والمجتمعية أيضا، واختيار أسماء أيضا المقررين للخمس عشرة لجنة المنبثقة عن هذه المحاور. أيضا سيتم خلال هذا الاجتماع وهو ما يحدث الآن مناقشة عدد من الملفات والموضوعات وتحديد هذه الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الاجتماعات القادمة لهذه اللجان، وأيضا تحديد المواعيد الخاصة، خاصة أنه وفقا للتصريحات التي تم إعلانها سيأتي أو ستبدأ جلسات الحوار الوطني بعد وقت قصير من انتهاء هذه الاجتماعات، وهو أيضا ما ننتظر إعلانه في هذا الاجتماع واجتماع اليوم. أما عن من يقوم بالاختيار فهم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وهم عددهم 19 عضوا إلى جانب رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني. إلى جانب الاختيارات أيضا سيقوموا بوضع شكل محدد لإدارة هذه الجلسات الخاصة باللجان المنبثقة عن المحاور الثلاث، وسيتم أيضا الإعلان عن المواعيد المحددة، وبانتهاء عمل كل لجنة سيتم عرض التوصيات على مختلف وسائل الإعلام والمواطنين تنفيذا لمبدأ الشفافية. كما ذكرت اجتماع اليوم هو الاجتماع الخامس بعد أربع اجتماعات تم عقدها على مدار الشهرين الماضيين لتحديد شكل الحوار الوطني وأيضا تحديد المحاور الثلاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والخمس عشرة لجنة المنبثقة عن هذه المحاور. يأتي اجتماع اليوم استكمالا لهذه الاجتماع على أن يكون الاجتماع الأخير، ولكن لم يتم التأكيد على هذه النقطة. إذن هي جلسة لبلورت أربع جلسات سابقة ولما هو قادم. أشكرك جزيل الشكر جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصرية.